البنات، كديري لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت نشارككم الغداء ديالي. غادي ندير ان شاء الله السمك، هذا سمك ديال هذا اللوبار، وسمكة ديال باجوا. غادي نديرو هذا السمك ديال باجوا، غادي نديرها بالفلافل، وسمك ديال اللوبار غادي نعمرو بالرز. وهانتوما معايا. دابا غادي نبداو ان شاء الله نشرملو الحوت، يعني شرملو السمك. بسم الله. غادي ناخدو قزبر وبدنوس، نضيفو غادي نضيف الحامض، نوضع الثوم، هنا عندي هذا 6 ديال الدريسات ديال الثوم، نضيف التوابل. عندي هنايا البابريكا، معلقة كبيرة ديال البابريكا، عندي هنايا معلقة صغيرة ديال الكمون، عندي ورقة سيدنا موسى، عندي هنايا الفلفل الأسود، قليل من الملح، وهنا البهارات أو التوابل ديال السمك. نضيف كل شيء، نضيف هنايا واحد المعلقة كبيرة ديال الزيت، نضيف قليل من الحار، صافي نخلط. هناخد السمك ديالي غادي نفلحها، باش الشمولة تدخل لينا غادي نشرمل هاد الحوتة حتى هي. صافي نخليها على جنب. غادي ناخد القليل من اللوز باش نعمر الحوتات ديالي. هادي غادي نديرها مع لاصوص، خلي صافي. بعد ما شرملتو غادي نوضعو الحوتة،
هاد نديرها في اللو، هذا اللوبار ندير بيدي احسن. بعدين نقفلو بهاد الكوردون، صافي. ها هي يوم واحد في ساعة ونرجع معكم. بعدين ناخد مقلاه ديال الفران، درت بابي ألمنيوم، هنضيف الزيت، هنوضع الحوت ديالنا بجوية، نضيف ليها جوج ملاعق ديال الطماطم، ندير ليها الفلافل، ندير اليزير، تجيب الأعشاب منسمة تجي زوينة. غادي نضيف الزعتر، ندير قزبو معدنوس الفوق، صافي. نقفل عليها ونديها الفران، صافي. دابا غادي نحطها في الفران ونمشيو للحوتة الاخرى. دابا غادي نصايب لاصوص ديال هاد الحوتة ديال اللي معمرة بالرز. هناخد طنجرة ندير فيها الطماطم اللي محكوكة، هنايا جوج طماطم محكوكات، أو طحنوهم، وهنا جوج طماطم أخرى مقطعة هكدا، بغيتها تكون طراف كبار. غنضيف الزيت، زيت الزيتون مع زيت المائدة. هناخد هاد الشرمولة اللي بقات هنا، انا وضعها هنا، ما كافياش، نضيف معلقه صغيره ديال بابريكا يعني الفلفل الاحمر، معلقه صغيره ديال الكمون، القليل من الملح، ونديرو قزبو معدنوس، صافي. غادي نردها فوق النار تطيب ونرجع معكم. الحوتة اللي معمرة بالرز غادي نوضعها في هاد الطاوة ديال الفران،
نضيع الزيت فيها صافي. انا نضربها هنايا غادي نوضعها في الفران ونرجعو معكم. بعد ما طبت لي الطماطم هنايا لاصوص، دابا غادي نضيف عليها الرز ديالنا اللي بقى. هذا كنت درتو نصف سلقة، نخليه باش يطيب يكمل الطياب هنايا. معكم الحوت ديالي بعد ما خرجته من الفران هاكي تيجي. ها هذا لوبار، ها هي الحوته كي جات رائعه. الرز ديالها هو كيجا، نقدمه لكم في طبق تقديم. الحوته اللي بالفلافل ها هي كي تجي رائعة، تشمل روائح طيبة ديال الحوت طري. دابا غنقدمهم في طبق تقديم، هانتوما معايا. ها الغديوة ديالي بعد ما ساليتها، هاهي هادي الحوتة اللي عمرتها بالرز، هاكي تتجي رائعة. هذا هو اللوبار، زينته بالفلافل وهذا الليمون الحامض. هنايا درت اللوبيا مشرمله، الطماطم والفلفل الاحمر وشويه الكمون. هنايا رافقتها كذلك بالقوق ولاصوص ديالو. درت هنايا الموطارد والزيت وشويه الفلفل الاسود والملح، كذلك الحوتة ديال الفلافل زينتها كذلك باللوبيا المشرملة وبالخص والحامض. تنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الى عجبكم ديروا لي اللايك، واللي ما اشترك في القناة يشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وحصري. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.